الدكتور محمد بيزران، رئيس المنظمة الجهوية لأطر الصحة سوس ماسا. بطبيعة الحال اليوم كان واحد اللقاء شيق في ما يتعلق بالصحة بجهة ديالنا، في تحت عنوان الصحة بالجهة في نطاق هذا النصوص القانونية الجديدة التي هي في طور المصادقة في البرلمان. وبطبيعة الحال كان اللقاء مأطروا الأخصائيين في الميدان اللي حضرت فيها السيدة المديرة الجهوية للصحة بجهة سوس ماسا، وكذلك أطر في السي أبو بكر الكارتا اللي هو رئيس القسم ديال عرض العلاجات بالجهة، وكذلك السيد البرلماني الزيتوني إسماعيل اللي هو مقرر لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان. وكان هذا النقاش بطبيعة الحال مهم جدا، لأن كان فيه عرض لما هو موجود حاليا بالجهة، وكذلك آفاق الصحة في كل المستجدات وكل المشاريع الجديدة التي ستنمي بطبيعة القطاع الصحي لا بالجهة ديالنا ولا بمدينتنا أكادير. وكذلك مناقشة هذا كل القوانين التنظيمية لإنزال المنظومة الصحية بتفصيل. وكان لنا شرف بطبيعة الحال الاستماع إلى التقرير النهائي اللي خلصت له اللجنة ديال الاجتماع القطاعات الاجتماعية بالبرلمان. وكان نقاش بالحضور عند الحضور تساؤلات واقتراحات كذلك، واللي هي مهمة اللي كتهم تنزيل هذا الورشات كلها، لا فيما يتعلق بتنزيل يعني المسائل ديال التعميم التغطية الاجتماعية ديال الصحة، ولا كذلك فيما يتعلق منظومة الصحة، ولا فيما يتعلق بالجانب البشري في الميدان هذا. والحمد لله كانت توصيات مهمة، من بينها بطبيعة الحال إشراك الجميع بصفة أفقية، وكذلك لكي يشترك الجميع في هذا الإصلاح، واستعمال اللغة الأمازيغية بطبيعة الحال لتعميم وتحسيس وتقريب الصحة للمواطن.